وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مع اقتراب موسم الحج يتوجه حجاج بيت الله الحرام لخير بقاع الأرض لأداء مناسك الحج والتي تبدأ من الميقات، ومنها يشرع الحاج في لبس الإحرام ثم ينوي الحج. ومع دخوله مكة يطوف الحاج طواف القدوم وعدده 7 أشواط تبدأ من الحجر الأسود، بحيث يكون بيت الله الحرام على يساره، وكلما مر على الحجر الأسود قبله إن تيسر له ذلك أو أشار إليه من بعيد، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. يوم التروية يتوجه الحاج إلى منى فيصلي الظهر بها ويبيت بها ليلته حتى يصلي الفجر. ومع بداية اليوم 9 من ذي الحجة يخرج الحاج مع شروق الشمس إلى نمرة فيبقى بها إلى صلاة الظهر، ثم يتوجه إلى جبل عرفات يقف به حتى غروب الشمس. بعدها يتحرك الحاج إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بها حتى الفجر يوم النحر. في يوم النحر يبقى الحاج بمزدلفة يصلي صلاة الفجر، ثم يقف بالمشعر الحرام حتى فجر اليوم التالي، ثم يتحرك إلى منى مرة أخرى ليرمي جمرة العقبة الكبرى. بعدها يذبح هديه ويحلق ويتحلل التحلل الذي يسمى بالتحلل الأصغر. بعدها يعود الحاج إلى مكة المكرمة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إذا كان قد أدى عمرة قبل الحج. وفي يوم 11 من ذي الحجة يعود الحاج مرة أخرى لمنى ويبيت فيها 3 أيام التشريق، ويبدأ في كل يوم فيهم برمي الجمرات 3 في مكان رمي الجمرات، وتكون الجمرات 7 حصوات كل واحدة منهما بقدر حبة الفول أو النواة. في يوم 13 من ذي الحجة يعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الوداع ويودع الكعبة الشريفة، وبهذا يكون قد أدى نسكه، وحج مبرور وذنب مغفور.